بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة الرمضانية الجميلة بقلوب الأطفال وبهجة الأطفال، في ليلة القصص الأطفال التي سيقرأها الأستاذ إبراهيم شيخ مغفوري، أتشرف بتقديم الأستاذ مريم الزهراني كمقدمة رئيسية لهذه الليلة، ويسعدنا أن نستمع إلى تقديمها وإلى فقرات هذه الليلة. فلتتفضل أستاذة مريم. وأنتم بخير وسلام. كل عام ونجم أدب جنة يسبع طيلة الشهور العام ويبلغ في رمضان. كل عام والمؤمنون إخوة والمسلمون في أمن وأمان. وبعد، فقد قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم. ومن هنا تبدأ أمسيتنا لنهدي للحاضرين الصغار قصص يؤديها الكبار. نتعلم من خلالها الدروس والعبر ونحكيها لأطفالنا على كبر. كان يا مكان في قديم الزمان وسابق العصر والآوان. هذه القصص في هذه الليلة هو القاص المبدع إبراهيم محمد شيخ مغفوري، كاتب سعودي من معارف مركز التربوط التابعة لمدينة جنان، وهو عضو نادي جنان الأدبي منذ عام 1405 للهجرة، وهو عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ عام 1422 للهجرة. شارك في مهرجان الجنانية في دورته 22 لعام 1428 للهجرة. حصل على العديد من الجوائز وخطابات الشكر والتقدير من عدد من الشخصيات والهيئات والجهات الرسمية. حصل على جائزة الأمير محمد بن ناصر في فن القصة في دورته الثالثة لعام 1426 و1427 للهجرة. أما عن إنتاجه الأدبي فقد صدرت له عدة مؤلفات، منها الشرطي الصغير، تنزيل المدينة، الثعلب المسافر، ترجم له في بعض الكتب، وحصلت باحثتين على درجة الماجستير، وكان من ضمن الكتب التي تناولتها رسالتيهما بعضا من قصصه المطبوعات. إبراهيم شيخ مغفوري قاص لا تفيه الكلمات، فلتصبح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن السن بسنته واهتدى بهداه. أحبابي الكرام الحاضرين من كبار وصغار، ما أجمل القصص وما أحلاها على النفس، وقد حببها الله سبحانه وتعالى وبين بأنها تأتي بالعبر وتأتي للناس بالخبرة والموعظة والذكرى. وأول قصة لنا درجات حازم الأب مغضب. أهذه درجاتك يا حازم؟ حازم وقد طاطأ رأسه من الخجل. نعم يا أبي، كانت درجاتك في المدرسة السابقة كلها ممتازة، فما الذي غيرك في هذه المدة البسيطة؟ لاذ حازم بالصمت وقال الوالد: أنت مسؤوليتي، سوف أبحث عن سبب المشكلة وأقوم بحلها بعون الله تعالى. في المدرسة، ابني كان في مدرسته السابقة متفوق، درجاته اليوم متدنية، لا أدري ما الذي غيره، أود بحث المشكلة مع المدرسة لعلنا نصل لحل يعيد حازم لموقعه الحقيقي بين المتفوقين. معلم حازم، مشكلة حازم بسيطة إن أنت قمت بحلها. وما هي؟ حازم في الفصل بين أقربائه يجلسون في آخر الصف، يقضون اليوم كله في أحاديث جانبية، لا ينتبهون للدرس ولا يلتفتون له ولا يسمعون ما يقوله المعلمون.
هم متمردون ومتعودون على تدني المستوى، حتى الرسوب أصبح عندهم عادة بسيطة. والد حازم لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الوقت الوجيز يحدث كل هذا، أعتقد أن الحل عندي وهو حاضر وبسيط، المرشد الطلابي. وما هو؟ أنا أتابعه في البيت وأنتم تتابعونه في المدرسة، وتنقلونه من الفصل الذي فيه أقاربه، تجلسونه مقابلا للسبورة، يراقبه الجميع، يخبرونني عنه أولا بأول. ثم تم ما أراده والد حازم. في الفترة الثانية حازم يجري إلى أبيه: أبي أبي انظر لشهادتي، الحمد لله رب العالمين، كنت على ثقة أنك يا حازم رجل تستفيد من المواقف. رائحة الصورة. طيب بعد إذنك يا أستاذة مريم، نبغى نسأل الشباب الموجودين، الأطفال الحلوين اللي هنا واللي عندكم، مين الشخصية الرئيسية اللي في القصة هذه؟ اسم مين؟ محمد ولا حازم ولا حسين ولا هامين؟ يا سلام عليك، الآن تأخذ جائزة ونعود للقص. قل لي اسمك بس أول. تفضل يلا عزيزي. القصة الثانية: سر الغراب. مجموعة من الغربان كانت تسكن حديقة جميلة في مدينة ساحلية، تذهب في الصباح تبحث عن طعام وتعود في المساء. كانت تجد الطعام وفيرا فتأكل منه قدر حاجتها، وتعود في المساء لا تحمل معها شيئا إلا غرابا واحدا كان يعود ببعض الحبوب والأشياء التي تتحمل أو تتحمل التخزين، يحمل في منقاره ثم يحملها في منقاره ثم يضعها في مكان آمن في عشه. رأته بعض الغربان فسخروا منه بعدما علموا بما يفعل، لم يعر الموضوع اهتماما فزاد سخريتهم، ولم يزد إلا أن قال لهم: ستعرفون غدا أنني على حق. أشغل أمر الغراب بعض الغربان وحاولوا معه كي يعرفوا السر، لكنه كان يقول لهم مقولته المشهورة التي ملوها وأصبحوا لا يصدقونها: بعد عام كامل تأخر المطر وأجدبت الأرض. واضطر الغربان أن يبتعدوا عن أعشاشهم في بحثهم عن الطعام، فجاعت صغارهم، إلا صغار الغراب صاحب السر أكلوا مما خزنه والده. الأستاذ مريم، ممكن إذا عندك أطفال تسأليهم كذا سؤال عن القصة عشان احنا نعطيهم جوائز. كل الأطفال موجودين هنا؟ طيب الأستاذ مريم فوق ولا تحت؟ طيب لازم نعطيك مايك عشان تديرين برضو الحوار. إبراهيم انتظر منك إشارة أستاذ مريم. أو الأطفال منتظر إشارة أن يقرأ، أو تبغى توجه السؤال للأطفال عشان نعطيهم من الجوائز اللي موجودة. أعزائي الأطفال، أي واحد أو واحدة لها مشاركة تفضل. في سؤال يا أستاذ إبراهيم حاب توجهه للأطفال؟ في القصة الفائتة. نعم. الغراب. نعم. ما هو سر الغراب؟ كان يخزن الطعام. لماذا كان يخزن الطعام؟ ممتاز. تعال 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 خذ جائزتك. سوف أقول لك.
لي اسمك عند الميكروفون هنا. تعال يا بابا تعال عشان بس الكاميرا تصور. قول لي اسمك عند الميكروفون. علي عيسى. نعم تفضل. صفى قول شو. القصة الثالثة هذه كانت أيام مرض الإنفلونزا الخنازير نعوذ بالله. الأم: أنا خائفة على طفلي من هذا المرض الخطير. أتقصدين إنفلونزا الخنازير؟ نعم كفانا الله من شره، جسمي يقشعر إن ذكرت اسمه. لا تخافي يا امرأة، لن يصير إلا الخير بإذن الله عز وجل. ابني صغير أول سنة يدرس، أقترح أن يبقى في البيت حتى السنة القادمة ثم يلتحق بالمدرسة. المرض في القرية وفي المدرسة لا يصيب أحدا إلا بأمر الله. الصغار أكثر عرضة له من الكبار، الله يحميهم جميعا، ابننا وأبناء المسلمين. المهم أن يدرسوا ولا يتعطلوا. ألا يوجد شيء نفعله؟ لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، سوف يوفرون اللقاح اللازم في المدارس. اللهم احفظ ابني وأبناء المسلمين. سأسأل عن اسم المرض الذي ذكر في هذه القصة. ما اسم الحرارة؟ تفضلي. نعم الوالدة الخنازير صحيح؟ نعم صحيح. تعال تعال خليك. تعال تعالي قولي اسمك هنا. جدان منصور. جدان يلا سين عشان الكاميرا يلا شكرا. صف قول يا شباب. سمية الوفية مديرة المدرسة: الحمد لله انصرفنا كل الطالبات، الآن أغلق الباب وأنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت نحيب: يا الله استرني، لم يبقى سواي في المدرسة. هل الإشاعات التي يصدرنها الطالبات صحيحة؟ يا رب استرني، أنا لست طفلة حتى أفر أو أصرخ، أنا امرأة كبيرة، أنا مديرة المدرسة. صهين صهين، إنه صوت نحيب يعود مرة أخرى. أنا لا أعتقد أن الجن أعوذ بالله يظهرون في وضح النهار. إذن ما الأمر؟ سأرى. إنها طالبة تلبس مريول أزرق. أنت يا ابنتي لماذا لم تذهبي إلى البيت مع زميلاتك؟ أمي منعتني من دخول البيت. أمك منعتك من دخول البيت؟ أمعقول ما تقولينه يا ابنتي؟ الأمهات ينتظرن عودة أبناتهن بفارغ الصبر، ويكدن يفقدن صوابهن إذا تأخرت البنت. أليست أمك مثل باقي الأمهات؟ لا أدري. إن ضربهن دلال لكن يا معشر الطالبات من فرط حبهن لكن. تعالي يا مديرتي انظري علامات الضرب في ظهري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله عليك هذا الضرب المبرح من أمك؟ أليست أمك؟ بل هي أمي كما يقولون. الله أكبر، هذا إجرام في حق الطفولة. والله من يفعل هذا يستحق العقاب. لا 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 يا مديرتي أرجوك، لا أحب أن تعاقب أمي. تدافعين عنها؟ ليتها تسمعك وأنت تدافعين عنها وتحبينها وهي فعلت بك كل ما فعلت. مهما كان هي أمي. هيا قومي معي، أنا سأذهب بك إلى أمي. لا تفعلين يا مديرتي، سوف تغضب وتضربني بشدة. لن تقدر، سأدافع عنك بكل ما أوتيت من قوة. هذا بيتكم؟ نعم. اتركي الباب، دعي الخوف، لن تصل إليك، أنا معك. سوف أدخل إلى البيت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ وأين وجدت ابنتي؟ أنا مديرة المدرسة، لم يبقى غيرها في المدرسة، خفت عليها من الطريق، أحببت أن أوصلها بنفسي وهي تحدثني عنك. هذه طفلة كلامها لا يثمن، بل العكس، سمية بنت مؤدبة ومتفوقة في دروسها، تحب أسرتها كثيرا وخاصة أنت أمها.
صدقيني أنني أحببتك من خلال حديثها عنك. إذا أصررت لذا أصررت أن أشرب القهوة عندك، أهلا وسهلا على الرحب والسعة. ليت البنات كلهن مثل سمية، حبها لأسرتها جعلها تقدمهم على نفسها. لقد أحببتكم من خلال لقد أحببتكم من خلال وصفها لكم، أسرة متحابة متعاونة، لا يضرب الطفل عندكم ولا يهان، على عكس بعض الأسر التي توجد علامات على إساد أطفالهم من أثر الضرب. تلك ليست تربية، هو ابنك أو ابنتك، لكن شرع الله لا يعطي لك الحق بضربه وإهانته كالحيوان. صدقيني يا أم سمية، لقد حببتني فيكم سمية حينما وصفتكم بأجمل الصفات، أمي الحبيبة وأبي الحبيب وأخوتي الغالين. أسأل الله أن يوفقكم ويسددكم آل البيت آل بيت كريم. تمعر وجه الأم وتلون، استعبرت رغما عنها، كفكفت دموعها محاولة إخفائها، وهي تقول: هي قالت لك ذلك؟ نعم، الله يجعلنا كما يحب. خرجت من بيت سمية وهي تقول: أنا أستأذن يا أم سمية، حياك الرحمن، أم فاضلة ومربية قديرة. خلاص جابتها، تعال تعال. قولي اسمك هنا. ذكرى أحمد محمد الشيخ. ما شاء الله. اسم من رئيس العنوان سمية مين؟ إبراهيم الشيخ. يلا صفقوا يا شباب. بعد إذنك يا أستاذ مريم، نبغى نريح أستاذ إبراهيم قليلا ليشرب الماء، ثم نبغى نسأل الأطفال الحلوين الموجودين أمامنا اللي ما يلحقوا على الأسئلة. نبغى واحد يعطينا من الأطفال اللي قدامي، من أول شيء يبغى يجاوب على السؤال، اللي يبغى يجاوب على السؤال يرفع يده. تمام، طيب تعال أنت قدام، أنت اللي لابس وردي، تعال. أي تعال تعال قول اسمك. نبغى نعطيك سؤال بسيط ونعطيك جائزة، ورسل إبراهيم يشرب مويه ويريح كده دقيقتين. قول اسمك. فراس أحمد محمد يحيى محمد صديق عطاف. طيب أبغى أسألك سؤال، إحنا تعرف إحنا في أي شهر اليوم؟ في شعبان ولا في رمضان؟ رمضان، متأكد؟ طيب وش تحب تأكل على الفطور؟ أفضل شيء عندك إيش؟ أفضل شيء كذا حلو فنان على الأكل، يعني شربة ولا سمبوسة؟ شربة. طيب اسمع، أنا أبغى منك نشيدة بس صغيرة للأطفال عشان يشجعوا ويرجعوا مرة ثانية يجونا. يلا أعطينا نشيدة كذا أطفال، أي نشيدة حافل، وهذه جائزتك. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدف، وحين الموج بل له أحس البرد فارتجف. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، فمن سواك يا بحر؟ جلال روعة سر تحير قلب من وصف. ممتاز، صفقوا له شباب، صفقوا له أطفال. طول عنده. تعال تعال تعال، ما شفته. اسمك شاطرة؟ شيماء رديش. شيماء، شيماء أنت بنت الأستاذ علي رديش؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب أبغاك تقولي لي أي شيء حافظه، أي شيء، نشيدة، آية كريمة، حديث شريف، أي شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا تعال تعال. ما شاء الله تبارك الله. يلا قولي اسمك.
ندى عبد المقصود الحمراوي. معلش عيد مره ثانيه. ندى مين؟ ندى عبد المقصود الحمراوي. ما شاء الله، صفقوا لها على الاسم، صفقوا لها. طيب الان نبغى نسال ندى، حافظه نشيده يا ندى؟ يلا سمعينها. See the sun shining in the window, time to start a new day. Can you hear the songbirds singing? I love to sing, I love to sing. It's a beautiful day, running in the sun. A beautiful day has just begun. A beautiful day to do what I wanna do. This is a beautiful day just to be alive. A beautiful day, so glad that I got a beautiful day. And I'd like to share with you. Look around that world of beauty, from the mountains to the sea. We never around every corner, we never you and ممتاز me. ممتاز ندى، ممتاز وبيوتيفول، على أحسن أغنية سمعناها منك. تفضلي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. سامي هذا ابن جيراننا متفوق، سوف أناوشه قليلا، إذا قاومني ضربته. ماذا بيدك يا خالد؟ من سامي المشاغب؟ ابتعد عني وإلا أخبرت أبي. تخبر أباك؟ لقد أفزعتني. أنا لا أخاف من أبيك ولا من غيره. هات ما بيدك، أخبر من تريد. في البيت بعدما عاد خالد باكيا يتلقاه الأب ويقول: خيرا يا خالد، ماذا أصابك يا بني؟ ابن جيراننا سامي ضربني وأخذ اللعبة التي كانت معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عليك يا خالد، سوف أشتري لك لعبة بدلا منها. في اليوم التالي خرج خالد البقالة، التقى سامي في الطريق، ضحك وقال: أراك لم تخبر أباك بما فعلته بك بالأمس، أم أن أباك جبان مثلك، خاف أن أضربه كما ضربته. أبي لا يخاف منك ولا من غيرك يا سامي. وما الذي جعله يسكت؟ أبي أخلاقه عالية. يغضب سامي ويوجه لخالد لقمة على وجهه تسيل الدماء من فمه وأنفه ويقول: يعني أنا أخلاقي ليست عالية؟ أنا أفضل منك ومن أبي. يعود خالد باكيا للبيت، تتلقاه أمه تخفف عنه، تنظف الدم من فمه وأنفه. عرفت السبب، طلبت من خالد ألا يخبر والده كلا يضرب سامي ويقع في مشكلة. سكت خالد، لكن آثار الضرب فضحته. وأخبرت والده، استشاط غضبا، امسكت به زوجته، توسلت إليه، هدأ قليلا، تعوذ بالله من الشيطان، جلس واسترجع، رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم اكفني شر سامي. لقي سامي طفلا من أبناء الجيران يحمل في يديه طعام، ناداه قائلا: ما الذي تحمله بيديه يا ناصر؟ الطفل ببراءة: طعام لجدتي، أرسلت به أمي. أرني يا ناصر. اللهم أجمله، سوف أضع عليه سكر، سكر طبيعي. يبكي ناصر ويقول: هذا ليس سكر، هذا تراب. يعود ناصر باكيا للبيت، لم يجد والده، وجد أخاه خليل، أخبره بما صار. انطلق يجري يبحث عن سامي، لم يجده في مكانه، أخذ يتعقبه حتى وجده، ضربه بحديدة كانت في يده، تناثر دمه. صاح سامي صيحة أيقظت من حوله، أسرعت أمه إليه تحمد الله على سلامته. لقد كان في غيبوبة منذ أسبوع بسبب مرض ألم به. قال سامي وهو يبكي: والله يا أمي لن يشتكي مني أحدا بعد اليوم. صفورة. هل تسأل أحد الأطفال؟ ما هو جزاء المعتدي؟
هذا اللي وراك يا. اللي وراك تفضل. الضرب. نعم. تعال. اسمك احمد. اسمك احمد، حياك الله. ما هو جزاء المعتدي؟ الضرب. الضرب. طيب احنا نعطيك هديه، صفوا قولوا شباب، صفوا قولوا اطفال، لكن المعتدي دائما نجازيه بان نوقفه عن اعتدائه. تمام، يلا تفضل. شكرا لك. رائحة الصورة. لحظة إبراهيم. أطفال منتبهين، ما هو عنوان النص؟ رائحة الصورة. شيء غريب صح؟ الصورة لها رائحة. خلونا نسمع القصة مع بعض، تفضل. هي لم ترى والدها، مات وهي ما زالت صغيرة، وكذلك أخوها. أمها أخفت كل صور والدها كي لا تجدد لهم الأحزان كلما شاهدوا الصورة. سمعت أن أحد أصدقاء والدها ما زال يحتفظ بصورة من صوره. قررت الذهاب إلى بيته وطلب الصورة من أولاده. خرجت من البيت، كانت مترددة، تقدم خطوة وتؤخر أخرى بسبب حيائها، لأنها لم تتعود الخروج من البيت، لكنها مضطرة. بيت الصديق لا يبعد إلا بضع أمتار عن بيتها. كانت تمشي وهي تقول في نفسها: هل يا ترى سأحصل على طلبي أم سيعتذر أبناء صديق والدي؟ ليتهم لا يعتذرون، أنا مصرة على رؤية صورة أبي. هل يا ترى أبي يشبهني أنا أكثر أم يشبه أخي؟ تسرح، تقف أمام الباب، ترفع يدها كي تدق جرس الباب، تتراجع، تدق الجرس. يأتيها صوت من الداخل عبر الجرس قائلا: من الذي يدق جرس الباب؟ تستحي أن تجيب، لأنها تقف في الشارع، هي صغيرة في العاشرة من العمر، ولكنها فتاة مسلمة متحشمة تحفظ لأبيها شرفه وكرامته حتى ولو كانت لم تره في حياتها، فقدره محفوظ كأنه حي يرزق. هكذا علمتها أمها. يردد الصوت من الداخل: من الذي يدق جرس الباب؟ ينقذ الموقف طفل صغير يفتح الباب، ينظر، يعود إلى أمه يقول لها: فتاة بالباب تريد الدخول. تخرج أخته تنظر وهي في الداخل، تعود إلى أمها تؤكد لها قول أخيها. تأذن الأم بإدخالها، وفي البيت بعدما عرفها أهل البيت تسأل بخجل: هل صورة أبي ما زالت عندكم يا خالة؟ قبل أن تجيب الأم تأخذ الحمية البنت تقول: نعم نعم عندنا، أنا سأريك إياها الآن. يدق قلبها، تعاودها الأسئلة السابقة: هل هو يشبهني أم يشبه أخي؟ أم إنه يختلف عنا؟ هل هو طويل أم قصير؟ اللهم أشد فرحتي برؤية صورة أبي الذي لا أعرف معنه إلا اسمه الذي ترى باسمي. تأتي البنت بالصورة مسرعة تناولها، تسارعت دقات قلبها، ظهر عليها الارتباك، رأتها أخذتها تشمها، تحتضنها، تتأملها، تكرر ذلك المنظر، تبكي، تبلل الصورة بدموعها. يتعاطف كل من في البيت معها، يبكي حتى الصغير، حتى الطفل الصغير. رأى أمه تبكي فقلدها، ترفع رأسها وتقول: يقولون كان أبي كريما عطوفا رحيما، كان بارا بأمه، لم يكتب الله لنا أن نلتقي به. عادت تشم الصورة، تحتضنها، تبكي وتقول: اللهم إن أبي كان كريما وأنت أكرم الأكرمين، تحب الكريم، أكرمه بجنات النعيم.
التفتت إلى ربة البيت قالت: أستأذنك يا خالة أن أخذ صورة أبي كي أشم رائحتها من قريب. طيب، أطفالنا الأعزاء، شبابنا المستقبليين، كيف حالكم جميعا؟ أبغى فتاتين وشاب. يلا، من البنات أبغى ثنتين بنات يرفعون إيديهم. يلا تعالي أنت، أيوه، وتعالي أنت. طيب، والشباب نبغى 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 من الشباب اللي أجوا الآن. تعال أنت، مهند اسمك؟ تعال مهند، تعال. قولي اسمك. مرح مصطفى محمد الشيخ. ما شاء الله، تعالي قولي اسمك. شمس علي. قولي اسمك. ميسون ابراهيم شيخ. ما شاء الله، تعالي قولي اسمك. مهند. مهند وليد. طيب يا شباب، ابغى الان اسال كل واحد منكم سؤال، اللي عارفه يجاوب. تمام، نعطيكم السؤال الاول للشباب والبنات. تقرؤون ولا ما تقرؤون في البيت؟ تعجبكم القراءه؟ ها، من القراءة ولا أفلام كرتون؟ ها، القراءة وأفلام كرتون، صراحة كلها جميلة يعني. طيب، أي أفلام كرتون تعجبك؟ لغتي. تعالي قول الإجابة هنا. ما هي أفلام الكرتون التي تعجبك؟ جاوب. لغتي ولا أطفال مواهب؟ سبيستون ولا إيش؟ أطفال مواهب. من أطفال مواهب ترى مهمة في الكرتون، بس أنا غلطت. تفضل، صفقولك. طيب، أنت تحب القراءة؟ قد قرأت في القرآن شيء يعجبني؟ إيش قرأت من القرآن؟ عارفة، أعطيني اسم سورة من القرآن، سورة واحدة بس. واحدة؟ سورة واحدة، اسمها بس. الحاقة. الحاقة، ممتاز، صفقولك يا شباب. ويا بنات، ويا أطفال. طيب، أبغى أسألك سؤال عن الصورة. الصورة نتاج إيش؟ هل هي نتاج سيكل، نتاج كاميرا، نتاج مطبخ؟ الصورة حق إيش الصورة؟ ما هو اللي يجيب الصورة؟ ما هو اللي يجيب الصورة؟ الكاميرا. طيب، قولي هنا الإجابة. الصورة نتاج إيش؟ نتاج الكاميرا ولا نتاج شيء آخر؟ الكاميرا. طيب، ممتاز، فقولها يا بنات. نيجي الآن عند مهند. مهند، تسهر مهند ولا تنام بدري؟ تسهر. ليه؟ السهر مفيد ولا مضر؟ السهر مضر، إذا لازم ننام بدري عشان نصحى بدري، صح ولا لا؟ طيب يا مهند، أباك اليوم تقول لي أفضل شيء شفته في التلفزيون وضحكك وعجبك، إيش هو؟ قول هنا. بصنفاء. إيش؟ بصنفاء. إيه؟ بالصنفار. أم بالصنفار، يا سلام، شيء جميل، ماضينا هذا، صفقونا يا شباب. أستاذ مريم، نصف معاد. يا أخي، أرضنا قسمها بيننا والدي رحمه الله ووضع بيننا حدا واضحا لم يتغير من يوم وضعه. هذا الكلام لا يقنعني. أنت غيرت الحدود بنفسك كي تأخذ من أرضي التي وهبني إياها والدي. أنا سوف أشكوك للقاضي، أنت طماع. القاضي مخاطبا المدعى عليه من أخيه: ماذا تقول يا يحيى فيما ادعى عليك أخوك هادي به؟ يا فضيلة القاضي، أرضنا قسمها بيننا والدي رحمه الله وثبت حدودها ورضي كل منا بنصيبه. بعدما مات والدي قام أخي يدعي علي أنني دخلت على أرضه أو في أرضه بنصف معاد، وأنا يعلم الله بأنني لم أحرك حتى حدود الأرض ولم أدخل في أرض أخي. ماذا تقول يا هادي فيما يقول أخوك يحيى؟ أنا لا أصدقه ولا أرضى بقوله. إن كان صادقا يحلف بالله العظيم وأنا أرضى. أنا صادق ولن أحلف. إذن أنا أحلف كي يعرف الجميع أنني صادق.
وأن يحيى فعلا اقتطع من أرضي نصف معاد. ماذا تقول يا يحيى؟ هل ترضى بيمين أخاك هادي؟ نعم والله يخلف علي بخير. في ليلة من الليالي بعدما مات يحيى، خرج هادي من قريته بالليل إلى قرية مجاورة، وكان يركب حمارا، صادفه رجل في الطريق معه زنبيل في تراب على زنبيل على قارعة الطريق. سلم عليه هادي، رد التحية وقال: هل تحمل لي هذا الزنبيل يا أخي؟ نعم، ناولني إياه. ناوله الرجل الزنبيل، كان ثقيلا جدا، كاد أن يكسر رجلي هادي، وكادت الحمار أن تقع على الأرض من ثقله. قال هادي مخاطبا الرجل: ماذا في هذا الزنبيل يا أخي جعله هكذا ثقيلا جدا؟ قليل من التراب، اللهم أثقل التراب، كيف استطعت أن تحمله أنت؟ أنت تحملت أثقل منه، كيف أنت أخذت من أخيك نصف معاد من الأرض ظلما وزورا وبهتانا؟ قال ذلك ثم اختفى الرجل. مر نفر من أهل القرية إذا هادي ملقى على الأرض، ظنوه ميتا، حملوه إلى بيته. بعد شهر تقريبا أفاق، ما زالت صورة الرجل صاحب الزنبيل التراب عالقة في ذهنه، وكلماته تطارده حتى أذهبت النوم من عينيه. ذهب إلى ابن أخيه، عرض عليه النصف المعاد ومعه مثله كي يخلص نفسه من ذلك الإثم. قال له ابن أخيه: هل أخلصك أنا منها وأتحملها أنا؟ أنت أخذتها من أبي بيمينك، صاحبها قد مات، أنا لست صاحبها. طلبه للقاضي، قال ابن أخيه للقاضي مثل ما قال لعمه. عاد هادي متحسرا نادما حتى لحق بأخيه، وما زال النصف معاد يلاحقه. سؤال زي ما ماذا يسمى المكان الذي نجد فيه القاضي والمحكوم عليه والادعاء والمتهم؟ ماذا يسمى هذا المكان؟ اختار. لا تختار استاذ، اختار. ممتاز. تعال هنا، قول اسمك. ها؟ عبد المحسن علي مغفوري. تعال عبد المحسن، شكرا، وإجابة صحيحة. صفوا قولوا شباب. تفضل. شيء صغير. اللين والشدة، هذا الولد إن لم يكف عن أذى المصلين سوف أضربه، لا حل عندي غير هذا. صبرت عليه كثيرا لكنه لا يستمع للنصح ولا يجدي معه الكلام، تعبت من مداراته. هذا طفل غير مكلف، ليت فكري يسعفني كيف أتعامل معه. إن ضربته سوف يكره المسجد ويكرهني، لن يستمع مني لكلمة واحدة. ليتني أهتدي لطريقة أجمل أجعله يكف عن ما يفعله في بيت الله. اشتكيت به على أقربائه، ضربوه وعنفوه، ما زاده ذلك إلا عنادا وزاد في أذى المصلين. ماذا أفعل؟ اللهم اهدني فأنت الهادي. ها هو الآن جاء للمسجد، الصلاة انتهت، يقوم بين الناس الذين يتنفلون، يجهر بالقراءة، صوته مزعج، قراءته غير سليمة، يقرأ آية من عدة سور. ماذا أفعل به؟ اللهم اهدني فأنت الهادي.
مصر على أن يقرأ، الناس ينتقدونه أو الأولاد يطلبون منه أن يكف، يجب أن يقف عند حده. أتعبني كلامهم، نهرتهم بشدة، وقفت أمامهم وقلت بصوت عالي اتركوه، هو يحب القرآن، إنه يجهر بالقرآن لأنه يحب القرآن، يصلي دائما، هو يحب الصلاة، أنا أحب من يحب القرآن، أحب من يحب الصلاة. أنا أحب هاشم، هل سمعتم؟ تفرقوا من حولي، قمت أتنفل بعد الفريضة، لم يبقى في المسجد إلا أنا وإياه، وقف عن يساري، أخذ يقلدني في كل ما أفعل، إذا نظرت إليه نظر إلى جهة ثانية، ابتسم ببراءة. ما زلت جالسا في المسجد، أخذ يقترب مني شيئا فشيئا، وقف قريبا مني، ابتسمت في وجهه، تشجع واقترب أكثر، مد يده صافحني، مددت يدي إليه، شددت على يده، تأملني طويلا، اقترب مني أكثر، قبل رأسي، قبلت يده، خرجنا من المسجد نمشي سويا. في اليوم التالي كان في المسجد وكأنه غير موجود، اقترب مني بعد الصلاة وقال أنا أحبك يا عم. شباب سرحانين والأطفال سرحانين. طيب أعطونا ثلاثة شباب وثلاثة بنات، اللي يبغى يجاوب يرفع يده. احنا نبغى ناس، لحظة، نبغى ناس ما قد شاركوا، نبغى ناس ما قد شاركوا. يلا خلاص، ادو كمان بنت من هنا، تعال انت. ايوه ثلاثة شباب، تعال انتم اثنين اهل الثوب. ايوه هذا وهذا، تعال. طيب تعال، يلا قولي اسمك في الميكروفون. ليلى ابراهيم محمد شيخ مغفوري. ذكرى احمد محمد الشيخ. ما يصبر هو ابراهيم الا طاهر. هشام محمد علي موسى. شجون رودي. سامر محمد علي. سامر. سامر ما شاء الله. حسن محمد علي. طيب الشباب في اليمين، في اليمين شباب سعيد. والبنات يسار، تعال هنا. تعال. ما شاء الله عليك. طيب أنا بس سؤال. هنا حط. ليلى ابراهيم محمد شيخ مغفوري. طيب سؤال للبنات، البنات السؤال يقول، ما هو الشيء الذي يضع في القدم ونمشي في الشارع؟ هذا الكتاب اسمه ايش؟ اسمه ايش؟
اقرا العنوان. ضحى والعرب. ممتاز يا حسن. جزء من النسخة من الكتاب بعدين في نهاية الفضل. آخر سؤال لآخر من اللي موجودة معنا. فيصل في مصر ثاني في الدائج. ما شاء الله نجحت السنة هذه. ممتاز ولا نصوص؟ ممتاز. فضولة يلا خديجة. يلا سؤال مين اسمك انت؟ الأم تضع ملابسها في حقيبتها وهي غاضبة وتقول: العمر مرة واحدة، ولن أعيش مع رجل لم أوده ولن أوده في يوم من الأيام. ابنتها: يا أمي أنا وأخي سند بحاجة ماسة إليك، لا تتركينا يا أمي. أبي يذهب للعمل ونحن في البيت بمفردنا، لا يخصني هذا البيت ولا من فيه. ألست أمنا وسيدة البيت؟ ليته لم يكن. ابتعدي عن طريقي، لن أبقى هنا ثانيا. في البيت نسمة وسند يبكيان، يدخل والدهما ويروعه الأمر، يقترب منهما يضمهما إلى جناحه. ما الذي حدث؟ أين أمكما؟ تركت البيت وذهبت. ضحك الوالد وقال: توقعت هذا منذ أن التقينا، لقد حاولت معها، توددت لها، تفاينت في خدمتها، تنازلت عن موقعي كرجل بيت، كنت لها خادما وليس زوج فقط. أنا السبب فيما حصل. كان علي أن أمارس معها حقوقي كزوج حتى تقف عند حدودها من البداية. في بيت أم راوية، فرحت الأم بمقدمها، ظنت أنها تحررت من زوجها، لكنها أخبرتها بأنها خرجت ولم تتحرر بعد. قالت بحزم: سوف تنالين حريتك منه قريبا. يطرق طارق الباب، تفتح أم راوية تجد ورقة بالباب، تحملها إلى راوية، تفتحها تقول بفرح: هذه هي حريتي يا أمي. خيرا فعل، لقد خفف عنا العناء. في بيت والد نسمة، تولى هو بنفسه تربية ابنه وابنته، كان قريبا منهما جدا حتى نال أعلى الشهادات، عمل سند مدرسا ونسمة مشرفة اجتماعية لإحدى المدارس، قام بحق والدهما كاملا. أما راوية تعثر زواجها المرتقب بسبب خلاف بسيط، تزوجت برجل آخر يضربها كل يوم، ملت الحياة معه، طلبت الطلاق منه، أذاقها ألوان الذل والعذاب. بعدها طلقها، عادت إلى بيت أمها لتجدها قد لحقت بأبيها، اضطرت للسكن وحيدة. فجأة أصابها مرض أقعدها، حملها الجيران إلى المستشفى. ذهبت نسمة في زيارة مع بعض الطالبات للمستشفى، تدخل غرفة أمها بالصدفة، تعرفها لكن الأم من الألم لم تستطع النظر إليها. تعود نسمة للبيت باكية، يفزع الأب قائلا: لماذا تبكي يا نسمة؟ أمي مريضة. أمك مريضة؟ وأين أمك؟ زرت المستشفى مع بعض الطالبات
ودخلنا غرفة وجدتها هناك مريضة، هل معها أحد؟ لا، ليس معها أحد. يسترجع الذاكرة، يسترجع الذاكرة والد نسمة يمر بخاطره كل ما فعلته راوية بنت عامر فيه وفي ابنته، كيف باعتهم بالرخيص. ينظر إلى نسمة وهو مغضب، عرفت ما به، ارتمت بين أحضانه، أخذت تقبل يديه وهو يمرر يده على رأسها. هنا هدأ غضبه، سألها قائلا: هل تريدين الذهاب إلى أمك؟ نعم يا أبي، هي الآن بحاجتي كما أظن. إذا جاء سند انطلق إلى المستشفى وأحضر أمكما. أكبت نسمة على يديه تقبلها وتقول: الحمد لله الذي جعل لنا أب لا يعرف قلبه الحقد، الحمد لله يا بنية، تبقى أمكما وإن أساءت المعاملة إلا أننا لا نقابل القبيح بالحسن. سؤال لدينا باقي معنا هديتين فقط. هديتين فقط؟ أريد من أحد الأطفال أن يذكر لنا آية عن بر الوالدين. آية عن بر الوالدين. اللي عنده إجابة يروح عند الأستاذ مريم ويجاوب هناك، ونيجي هنا يعطي الجائزة. علي ها، تعال روح عند الأستاذ مريم وقول الإجابة في الميكروفون وقول اسمك. احنا بس عندنا طفلة هنا حبت تشارك ونبغى نسألها عن اسمها. تفضلي، ايش اسمك؟ مريومة. مريومة مين؟ مريومة محمد عبدو. مريومة محمد. طيب مريومة تحفظ نشيدة؟ ما تحفظ شيء؟ طيب بس لأن مريومة جت نعطيها البالون الحلو هذا. تفضلي مريومة، يلا مع السلامة. طيب نحن الآن على ختام هذه الأمسية، فمن لديه أسئلة من القسم النسائي يتوجه بالسؤال إلى الأستاذة، يعطي الأستاذة مريم وهي تقرأ السؤال، وأيضا من لديه سؤال من الشباب أو من الأطفال أو من الحضور فحياكم الله. أستاذ إبراهيم أمتعنا الليلة بقصص جميلة للأطفال وبمعاني رائعة وبمعاني تربوية جميلة جدا، وحضوركم الأطفال وحضور النساء مفرح جدا للنادي جزال الأدبي، ومفرح جدا لتوجه النادي نحو الفئة الشبابية، فئة الأطفال، الفئة العمرية الصغيرة التي تتربى وتتعلم من كبارنا ومن الذين سبقونا في السن وفي الكتابة وفي التأليف. ونترك المجال الآن للأستاذة مريم فلتتفضل. اي سيد ابراهيم انتهى. نعم. طيب هذه مداخلة للأستاذ أحمد عطيف، يقول شكرا لهذه البادرة الجيدة لأطفالنا، ولكي تصل الفكرة والهدف إلى أطفالنا بد من دعمها بالصور حتى تترسخ لديهم، ولعل ذلك يراعى في المرات القادمة. جميل دمج المصطلحات المحلية في القصة كنصف الميعاد، ولعلها توضح أكثر للأطفال. طبعا الشباب، الأستاذ إبراهيم قال قصة بعنوان نصف ميعاد، أنتم الأطفال صغار السن لا تعرفوا هذه المصطلحات. في الموازين الشعبية عندنا بأن الميعاد هو وسيلة لقياس الأرض، الجزء من الأرض بأمتار معينة يسمى ميعاد، اثنين ميعاد، ثلاثة ميعاد، وما هو الكيراط
دون ذلك أو أكثر. أنا زيكم يعني أتلخبط فيها كثير. عموما نحيي الأستاذ أحمد عطيف على هذه المشاركة الجميلة، وأيضا نتمنى في نادي جازان أدبي مستقبلا إن شاء الله أن تكلل الأمسيات القصصية، أمسيات الأطفال القصصية، بلوحات إعلانية، ببروجيكتور، بهدايا أكثر، بتفاعل أكثر. ونحن هذا جهد المقل صراحة، ولكن بإذن الله نعدكم في القادم بالأكثر. نعم هذه هي البداية. أستاذة مريم. ما أدري، أنا عضو مجلس إدارة، وأستطيع أن أقول بأنه لا يقل أو لا تقل مشاركات الأطفال في فعاليات النادي عن 3 إلى 4 في العام، وهي قليلة صراحة، لكن سنحاول أن نكثف ذلك مستقبلا، بما أننا رأينا هذا الحضور البهي وهذا التفاعل من الأخوات والأخوان. فبإذن الله سنكرر هذه الأمسيات، سواء كانت أمسيات قصصية أو سواء كان فن تشكيل للأطفال أو سواء كان شعر للأطفال أو مواهب. سنحاول بقدر الإمكان بأن نخصص جزء كبير من برنامج النادي لهذه الفئة التي لها دين علينا ويجب أن يوفى قريبا. طيب، لدينا سؤال أوجه من الأستاذ إبراهيم الشيخ. كيف ترى أهمية الترجمة الأدبية لفن القصة للتعليم وكيف يوظف في التعليم في الأدب العربي والعربي تحديدا؟ السؤال كيف ترى الترجمة العربية للأدب، الترجمة للأدب العربي، وأيضا كيف توظف في؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الترجمة نقل حضارات ونقل ثقافات إلى من دول إلى دول. نعم، ومن لغات إلى. نعم، ومن لغات إلى لغات. نعم. فمن القصص الجميلة التي قرأتها أنا وما زلت في المتوسطة قصة بائعة الخبز لمؤلف فرنسي، رواية طويلة جدا ما زلت أحتفظ بها حتى الآن. ترجمت إلى العربية وقرأتها. وكذلك قصة عن لبنت أبوها كان سفير في الصين، ورأت يعني الحياة في الصين، فكتبت قصة جميلة تسمى الأرض الطيبة. زمان قرأتها في كتاب مترجم. مثل ما قلت أن الترجمة نقل ثقافات ونقل حضارات، وكما يقول أحد القراء يقول ليتني أتمشى في عقول الكتاب. كيف يقرأ؟ يعني يفسر قراءته لنتاج الكتب ونتاج عقول الكتاب كأنه يتمشى في عقولها. فالترجمة يعني تضيف إلى المجتمع إضافات طيبة، بشرط أن يأخذ المجتمع منها ما يوافق أخلاقه وعاداته. الختام عندك يا أستاذة مريم. أول شيء مشاركة من الأستاذة آخر تقول لماذا تشرك ذوي الاحتياجات الخاصة في السياسة الممثلة، لماذا تكون لهم دعوات خاصة ويوضح لهم أن هناك تأثيرات خاصة لهم ليشاركوا بالقصص وأي مشاركات أدبية؟ وسؤال آخر في الأمتين، تسأل الأستاذ إبراهيم في أي عمر يبدأ سرد القصص لدى الطفل، وهل هناك قصص خاصة بكل عمر؟ نعم، القصص هناك قصص خاصة بكل عمر. فمثلا يبدأ الطفل يهتم بالقصة من صغاره، وهو صغير يسمع، فإذا استطاع أن يقرأ ويكتب يعني من 6-5 فما فوق يبدأ، حتى ولو كان يقرأ قراءة بسيطة. وأنا قلت في أكثر من محفل وما زلت أقول بأن الطفل يحب الخط الكبير، خط الكلمة تكون كبير، ويحب الصور الملونة.
لأن الصورة تعبر أحيانا أكثر من الكلام، ولكل فئة عمرية قصة، ومن 6 إلى 8 تقريبا لها قصص، ومن 8 إلى 12 لها قصص، ومن 12 إلى 16 لها قصص. والآن حتى الكبار يعني من وصلوا 20، أنا رأيت شباب في 20 أو أكثر يحب قصص الأطفال، لأنه ممكن ما مر عليها أو يحب يكتشف أشياء جديدة. وكما قال، كنت بجانب مثقف من الأحساء في الجنادرية، فقل له أنا لازم أن ينزل الكاتب إلى مستوى الطفل، قال لا، يطلع إلى مستوى الطفل، صح، لأنه مستوى الطفل عالي، فلا ننظر له إلا أن مستواه عالي وهو متفوق، ونكتب له بكل ما أوتينا. بعد إذنك أستاذ مريم، بالنسبة لعشا النساء في صالة اثنينية هنا في الجهة اليمنى في الدور الأول هنا، عشا النساء عبارة عن بوفيه مفتوح، وبالنسبة لعشا الرجال سيكون في الدور العلوي. أما عن سؤالك أستاذ مريم أو المداخلة التي قالت أنه نريد لذوي الاحتياجات الخاصة برنامج معين، نضع يدينا في يد من يقدم لنا هذا البرنامج. احنا في نادي جيزان الادبي نرحب بالافكار التي تاتينا من السيدات والساده المدعمه بشيء جيد، واحنا مستعدين نفتح الصاله ومستعدين ندعم البرنامج حتى ماديا. ذوي الاحتياجات الخاصه يحتاج لها متخصص، يحتاج لها انسان متخصص حتى يستطيع ان يدير الموضوع. في العام الماضي قدمنا برنامج عن التوحد، وكان برعايه الاميره ريم الفيصل، وصراحة أنه وجد صدى جميل جدا في المنطقة وحتى على مستوى المملكة. العام هذا نتمنى من لديه فكرة مكتملة لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان كمسرحية أو مسابقة أو سؤال أو ما يراه مناسبا، الصالة مفتوحة في نادي الجزائر الأدبي، وكل كادر نادي الجزائر الأدبي يرحب بالأفكار الجميلة والعظيمة من الإخوة والأخوات الموجودين أو من الذين أيضا لم يتواجدوا بيننا. الختام عندك يا أستاذ مريم. تفضل تفضل. تقول بأنك اتجهت في بعض الألفاظ في قصصك إلى اللهجة العامية، فكيف ترى أهمية توظيفها في القصص الفصحى؟ يجب أن تكتب بالفصحى وأن تنطق بالفصحى، لكن أحيانا يغلب النظر. النظر يعني. بس هذا هو، لكن أنا أرى وأشد على أن يعني تنطق بالفصحى وتقال بالفصحى حتى يتربى الطفل على الفصحى. وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، عندي قصص عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حضرت فيها إحدى الطالبات في الأحساء درجة، نالت درجة الماجستير ما شاء الله، نعم، في ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخذت بعض قصصي في هذا. ممتاز. نعم. إلى هنا ونشكر لأدب جنة والقائمين عليه إقامة هذه الفعالية مع أحباب الله أطفالنا، ونشكر للأستاذ إبراهيم الشيخ مشكور استجابته لهذه الدعوة، ونشكر الحاضرين والحاضرات على هذا الاهتمام وهذا الحضور الغني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الصالة جاهزة يا أستاذ حسن؟ دقائق. طيب، بالنسبة للسيدات العشاء جاهز في الصالة، لكن انتظار 5 دقائق بس حتى يعمل الترتيبات النهائية. وبالنسبة للشباب والأطفال لدينا في الدور الثاني العشاء لضيوفنا الكرام، فحياكم الله جميعا سيدات وسادة. ونشكر الأستاذ إبراهيم شيخ مغفوري، ونشكر المقدمة الرئيسية الأستاذ مرمى الزهراني، ونشكر الحضور من السيدات الذين شرفونا صراحة، وأيضا كثير الأطفال الذين شرفونا، ونتمنى أن يكون هذا منزلهم الثاني. ونشكر أيضا كثير من الأمور الذين استجابوا في نادي جيزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.